مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الفترة الإخبارية، فترة كل الأخبار لنهار اليوم. سنتحدث عن موضوعين، سنتحدث عن زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الجزائر، وسنتحدث كذلك عن بداية الاستثمار في غار جبيلات. قبل ذلك إذن مشاهدينا نبدأ بالملف الأول، الذاكرة والأرشيف وملفات كثيرة مع الجزائر. ترى هل سيحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفاتيح أزمة بلاده ضمن حقيبته الثقيلة؟ طيب، زيارة ماكرون إلى الجزائر هي مساع للاستدراك، استدراك ما فات بلاده من الناحية الاقتصادية، والغاز كذلك سيكون من أولوية الملفات التي يحملها ماكرون معه، ضمان الغاز له وللاتحاد الأوروبي الذي تترأسه فرنسا. الجزائر تملك مفتاح أزمة الغاز التي تحاصر أوروبا منذ حرب أوكرانيا، وفرنسا فقدت نفوذها الاقتصادي في الجزائر وهي تسعى لاستعادة أو لمحاولة استعادة الريادة وإبرام صفقات جديدة، خاصة بعد أن استحوذت إيطاليا على نصيب الأسد من الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع الجزائر، وفازت الصين بصفقة غار جبيلات وميناء الحمدانية، إضافة لمساعي الجزائر إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس. أيضا، هل سيتمكن ماكرون من تصحيح أخطائه لحل أزمته؟ كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أوقع بلاده فرنسا في أزمة مع الجزائر، وذلك بعد تصريحاته المعلولة بشأن الأمة الجزائرية الضاربة جذورها في التاريخ. ماكرون مجبر الآن على الانصياع لمبدأ الندية والتعامل بالمثل مع الجزائر. ملفات الذاكرة والأرشيف كما قلنا هي الملفات الأهم، وخاصة وأنه قد انتهت كل الأعذار بالنسبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الذي كان قد قال في 2017 إنه يعترف بجرائم بلاده الاستعمارية، لكن ماذا بعد ذلك؟ ظل ذلك مجرد كلام تفوه به الرئيس الفرنسي، خاصة كذلك وأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يضع ملف الذاكرة والأرشيف حجر زاوية في ضبط العلاقات وإعادة ضبط العلاقات بين الجزائر وفرنسا. ملفات أخرى كذلك أيضا يجب على ماكرون أن يسويها مع الجزائر، ملف تنقل الأشخاص وأيضا ضمان العدد الكافي من التأشيرات بين البلدين. للحديث مشاهدينا حول كل هذه النقاط يلتحق بنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحفيظ بكيس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مساء الخير أستاذ، أهلا بك. مساء النور مريم ولكل مشاهدي قناة شروق. أهلا بك أستاذ. برأيك هل سيتذكر ماكرون أن يحمل معه المفاتيح الأهم لحل أزمة بلاده وأيضا أزمة الاتحاد الأوروبي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، من خلال ما أعلن عنه الإليزي قبل يوم فقط لميعاد زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، والتي ستكون ابتداء من 25 أوت كما أعلن عنه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، فإن أعتقد أن زيارة ماكرون للجزائر تأتي في ظل مناخ متوتر أوروبي وظل مناخ متوتر عالمي وظل حقيبة ثقيلة جدا من الخلفيات والإرهاصات التي صنعتها السياسة الفرنسية المتهورة نوعا ما في علاقتها مع الجزائر، خاصة ما بعد الحراك الشعبي وما بعد بناء الجزائر الجديدة. هذه الزيارة تأتي في ظل تحديين أساسيين، التحدي الأول هو التحدي الأوروبي والتحدي الثاني هو التحدي الداخلي. من حيث التحدي الأوروبي، احنا نشهد قبل مدة قصيرة تهافت أوروبي حول لمصالحة الجزائر من خلال إعادة بناء علاقات جديدة، سواء من ناحية إيطاليا أو من ناحية زيارة وزير الخارجية
الروسي لافروف قبل مدة إلى الجزائر في بناء علاقات جديدة، أيضا التوجه الجزائري نحو الصين في بناء علاقات اقتصادية واستثمارية جديدة. ثانيا ملف الطاقة، أو عفوا في 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 ظل نفس الحديث عن التهافت الأوروبي، ملف الطاقة الذي يشكل تحدي كبير في أوروبا خاصة من خلال التسابق الإسباني والإيطالي وكثير من الدول على الجزائر. داخليا أو هذا الأمر الثاني، وهو المناخ الجزائري في محاولة إعادة أو محاولة فرنسا أو ماكرون لإعادة التموقع من جديد بعدما حدث في ملف الذاكرة، ومن تصريحات فرنسية متهورة جدا للرئيس ماكرون ومستفزة للشعب الجزائري والأمة الجزائرية. أعتقد أنها محاولة فرنسية شبه يائسة لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى سابق عهدها. حينما أقول إلى سابق عهدها أقول إلى عصر الهيمنة الفرنسية على القرار الجزائري، وهذا ما لا أعتقده أن يكون. نعم، طيب، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عام 2017 كان قد تحدث بأنه يعترف بجرائم بلاده الاستعمارية. بعد ذلك هذا الحديث لم يبقى سوى مجرد حديث للإعلام، عاد بعد ذلك كما ذكرت أستاذ ليقوم بتصريحات بدلا تصريحات متهورة جدا، أوقع بلاده من خلالها في أزمة مع الجزائر، وذلك في محاولة تشكيكه بشأن الأمة الجزائرية. ألا تعتقد بأنه ماكرون الآن مجبر على الانصياع، ليس فقط لمبدأ الندية مع الجزائر، ولكن أيضا ربما هو مجبر كذلك بتسوية ملفات عدة، أهمها ملف الذاكرة، ملف الأرشيف، خاصة وأن الجزائر تضع الملفين حجر زاوية بالنسبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية؟ نعم نعم، فعلا أعتقد أنه بدءا زيارة ماكرون اليوم تختلف عن زيارة ماكرون في 2017. لماذا؟ لأنه اختلاف تعامل النظام الجزائري الحالي مع النظام السابق اختلاف جوهري سواء في العلاقة الفرنسية. اثنين، الواقع الدولي الذي يحتم على فرنسا الآن أن تلعب دور المستجدي وليس دور الذي يملي الأوامر للنظام الجزائري، وهذا ما كان سابقا. الآن فرنسا تعيش وضع اقتصادي رهيب، لنكون واقعيين، ملف الطاقة في العالم يلعب ملف جوهري جدا، خاصة أن فرنسا الآن تعاني مع مشكلة الحرب الأوكرانية ونقص إمدادات الطاقة الروسية التي كانت تعتمد فرنسا عليها فيما يساوي أكثر من 35%. الآن الجزائر ستلعب دور محوري جدا في طمع فرنسا بإمدادات الغاز أو الطاقة الكهربائية أو غير ذلك. الآن أعتقد أن الجزائر في هذا الملف بالضبط، وهذا ما أعتقد أن الملف الأساسي الذي سيعالجه في ماكرون في زيارة حسب تصريحات بعض الحكوميين، رغم أن مسؤولين في البيت الفرنسي نفوا ذلك وبرروا أن زيارة ماكرون هي زيارة اقتصادية بشكل بات إن صح التعبير أو بشكل تام. الآن ما يحمله ماكرون أساسيا وواقعيا في زيارته للجزائر يعتمد على حوالي 5 ملفات. أولى هذه الملفات هو ملف الطاقة، وأعتقد أن الجزائر ليس لديها فائض من الغاز حتى أنها ملتزمة باتفاقيات أوبيك التي تتيح لبعض البلدان تصدير عدد معين من سواء بالنسبة للغاز أو بالنسبة للبترول. اثنين، أزمة الساحل التي تلعب فيها الجزائر دورا أساسيا خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي والملف التونسي. أيضا مشكل الهجرة غير الشرعية، وهذا ما أعلن عنه المتحدث باسم الإليزي الذي قال أن ملف الهجرة الشرعية سيطرح في ملف زيارة ماكرون للجزائر، خاصة ملف التأشيرات الذي قامت فرنسا كرد فعل تهوري في الجانب الفرنسي بتقييده بالنسبة للجزائر. أيضا ملف ذاكرة الاستعمار، وهذا الملف الجوهري بالنسبة للجزائر أقصد، أو بالنسبة للرئيس ماكرون. فإذا رجعنا ربما إلى برنامج الزيارة نجد أن محاولة الرئيس الفرنسي اصطلاح الأمور مع الجزائر وبعث روح دماء جديدة لملف الذاكرة تتم عن طريقين. أولا المحاولة
المحافظة بطريقة احتيالية فرنسية أو بطريقة ماكرون الاحتيالية على تصريحاته الأساسية السابقة، ومحاولة بعث دماء جديدة لملف الذاكرة من خلال وعود واهية كعادته. احنا نعلم واقعيا أن ملف الذاكرة فيما يتعلق بالاعتراف يجب أن يعقبه إجراءات قانونية تتعلق باعترافات وتعويضات وتسوية ملفات قانونية دولية. هذا ما لم تقم به فرنسا، وهذا إن دل على شيء أو إن أثبت فإنما يثبت أن الجانب الفرنسي واقعيا قانونيا هو مستهتر من هذا الجانب، ويحاول مداراة الدور الجزائري ومداراة الواقع الجزائري إلى غاية أن يقضي ربما مصلحته من خلال ندية يعتمدها في الواقع العملي. طيب. أيضا ربما ملف أخير وملف أساسي أن الجزائر ستحتضن قمة الجامعة العربية من بعد أيام، وهذا أو في شهر نوفمبر المقبل، وهذا أيضا يمكن أن يشكل ملف جوهري يتدارسه الرئيس ماكرون، خاصة أن قرارات الجامعة العربية لا سيما ما تعلق منها بالملف الليبي والملف التونسي والملف السوري يمكن أن تلعب دورا أساسيا في علاقته مع مختلف الدول العربية. نعم، بالنسبة للرئيس ماكرون، هل تتوقع بأنه ستكون له الشجاعة؟ هل سيتحرر أكثر هذه المرة باعتبار أنها ستكون عهدته الأخيرة في قصر الإليزي فيما يتعلق سيتحرر بالنسبة خاصة للضغوطات داخل بلاده؟ هل سيتحرر فيما يتعلق بملف الذاكرة؟ أم أنه ربما سيواصل في نفسه؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن الرئيس ماكرون سيتحرر. لماذا؟ لأنه الرئيس ماكرون أو بطبيعة السياسة الفرنسية في الواقع السياسة الفرنسية لا يرعبها الرئيس فقط سواء بالنسبة لماكرون أو لغيره، وهذا ما شهدنا سواء بالنسبة لمختلف الرؤساء السابقين لفرنسا. الرئيس يلعب دورا أساسيا يترجم الطبيعة الواقعية التي يريد اللاعبون الأساسيون في السلطة الفرنسية أن يقوم بها الرئيس ماكرون. الرئيس ماكرون إذا ربما رفعنا سقف التوقعات الأساسية سوف يقوم فقط بذر الرماد في العيون، وهذا واقعيا في تصريحات ينم فيها عن الاعتراف وعن تقدير الجانب الجزائري وعن تقدير الدولة الفرنسية للحرب السابقة وعن ربما أمور مبطنة، لأن الرئيس ماكرون لن يكون صريحا في تصريحاته وفي اعتذاره في ملف الذاكرة والاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر. نعم، لأن هذا الاعتراف من الناحية القانونية سيرتب أمور قانونية كبيرة ماكرون في غنى عنها، ولا يستطيع بدوره الحالي أو بدور اللاعبين الفرنسيين في الحكومة الفرنسية وفي الدولة الفرنسية أن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الشعب الجزائري وتجاه الأمة الجزائرية في هذا الملف. طيب، الدولة الجزائرية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون متمسك جدا بملف الذاكرة، كما قلنا هو يضعه حجر زاوية حجر أساس بالنسبة لتسوية العلاقات، وأنت قلت بأنه ماكرون سيحاول دائما فقط مجرد بأسلوب مراوغة بأسلوب ذر للرماد في العيون. هل سيضعه ذلك في محل من سيعود إلى بلاده بخفي حنين؟ ذلك ما أعتقده وأتمناه واقعيا وما يتمناه جميع الشعب الجزائري. واقعيا شعبيا الشعب الجزائري يرفض زيارة ماكرون. نخبويا واقعيا اقتصاديا نجد أنه الزيارة لابد منها، لأن العلاقات بين الدول تبنى على الندية وتبنى على المصالح المشتركة. ما دام المصلحة متوفرة ما بين الجزائر وفرنسا الآن في ملفات عديدة فمرحبا بهذه الشراكة في إطارها وفي حدودها الاقتصادي وبعدها الاستثماري والاقتصادي فقط، لأنه غالب الملفات التي الآن ربما يحملها الرئيس ماكرون أو تحملها حقيبة الرئيس ماكرون في زيارته للجزائر هي ملفات اقتصادية. إذا ذكرنا مثلا أزمة الساحل كملف سياسي اقتصادي، وملف الطاقة، وملف ربما الجامعة العربية، أيضا مشكل الهجرة، أيضا كثير من الملفات الأخرى التي تحملها زيارة الرئيس ماكرون، خاصة أن ضمن الوفد الذي سيصطحبه وزير وزراء الاستثمار والبحث العلمي والجامعات والطاقة وغير ذلك، فهذه ستبقى في حدودها الضيقة كاستثمارات بين بلدين تجمعهما الندية والمساواة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي واللعب الاقتصادي كلاعبين دوليين. ملف الذاكرة شيء آخر،
ملف الذاكرة ربما ما يحيى عليه الرئيس تبون أنه يتمسك فعليا وواقعيا بملف الذاكرة وملف اصطلاح العلاقات فيما يتعلق بهذا الجانب بالضبط. لذلك ماكرون أعتقد أنه سيعود بخفي حنين من هذه من هذا الجانب. في جانب آخر أعتقد أن ذلك ربما سيضع حدا للتصريحات المتهورة والمستفزة من الجانب الفرنسي، على الأقل أن يلتزم الجانب الفرنسي بحدود اللباقة فيما يتعلق بالتعاون الدولي بين الدول والتعاون الاقتصادي بين الدول والنتية بين دولتين تجمعهما علاقات وطيدة تاريخية أو واقعية أو اقتصادية. إن زاد عن ذلك فإني أعتقد أن الخسر الأكبر سيكون ماكرون وليس الدولة الجزائرية، لأن فرنسا حاليا هي في وضع ربما لا تحسد عليه، سواء من ناحية الإشكالات الداخلية في فرنسا، التجاذبات ما بين الأحزاب والبرلمان الفرنسي، التجاذبات الدولية الفرنسية ما بين روسيا وحرب أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد والطاقة الفرنسي، أيضا فقدان فرنسا لكثير من الشركاء على غرار ليبيا وكثير من الشركاء في الساحل مالي السنغال النيجر إلى غير ذلك. هذا ربما ما سيحاول من خلاله ماكرون تعزيز دوره بشكل احتيالي. يبقى أن الواقع الدولي في العلاقات الدولية هو أن العلاقات تبنى على الندية وعلى المصالح المشتركة. ما تجاوز ذلك أعتقد أن ماكرون سيكون حينها سيلعب بالنار. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحفيظ بكيس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك. العفو. شكرا جزيلا لك.